السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ دنيا خواتاتها. اليوم غنوجدوا دجاج بطريقه طليانيه سهله ولذيذه. غنحتاجوا طروفه تاع الدجاج، غنحتاجوا خيزو مقطع كطريفات، غنحتاجوا بصله، غنحتاجوا كرافس، غنحتاجوا الثومه والربع. وغادي نقدموه مع الروز طايب بجلبانه والكبال، وغنديرو معاه شويه خيزو غنخليو من هنايا وشويه تاع البصله. ندوزو للطريق. ها هو هادي النقشه حاليا نجي كيما كتشوفو، تا هو كنضيفو عليه كاس ديالنا لكن ما كنغفلوش عليه. نغطيو عليه ونتلاقاو ملي يطيب. هادي هي شحال هداك الروز كما كتشوفو، غنضيفو عليه كاس ديالنا. نحركو باش تعرفو شكون لي يهبط الكسم على الما كيما كتشوفو. صافي، ونغطيو عليه ونخليوه يطيب. هو الدجاج ديالنا بعد ما وجد كنقدمو على هاد الشكل، قدمو مع شوية الخضرة. عندكم شي صلصة كتقدموها معاه. أتمنى من الله أن الطريقة تعجبكم. شهية طيبة وصيام مقبول.